ايوه راجل طيب اتفضل. نعم. يعني واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان راوين في ماذا؟ في دلالة الفاء. ها؟ فانسلخ منها. آه. فانضرب مع آية الكهف هو يقصد الفاء. في مسألة الفاء، مسألة السياق سورة أعراف واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ها؟ المسألة دي نسأل الله تعالى رب العافية إن الهوي يكون متواليا بسرعة. يكون متواليا بسرعة. وهذا أمر مشاهد أن الذي لا يعمل بعلمه فيسقط تجد أن السقوط سريع. سقوط سريع جدا. يعني في هناك بعض الناس كانوا متماسكين جدا. فلما سقطوا كان سقوطهم متواليا سريعا. يعني اجازوا مثلا الفوائد البنكيه، بعد على طول اجازوا جواز الاموال بتاعت نوادي القمار، بعدها اجازوا للنساء ان هي ايه؟ تلعب رياضه وملاكمه وبتاع طالما ان هي مستتره وطالما ان هي مش عارف، وبعدين بعدها اجازوا ان يجوز، وبعدين تجد ان المسائل بتاتي سريعا. فالفاء دائما تدل على التعقيد والسرعه. ده في كل السياقات.